المشكله اللي وقع لي اخت ما زيرت واش كدي كار الطلب الحقوقني لي الطلب اللي ولد درس نري غلا الزواج لا والو ريغا غير الحقوقني لي تفروق تاتي سن بوس عام وصيكيت يا ندور الدوش كيغسل الجلسه تيكيرا صافي ورجي نتسولوش كيغسل الجلسه ان القاضي سير هاد كيما سقسا ويلي اللي ابتدائيه وليت نايلي غير لي وليت نايلي يجي الحال الا ورت غير الحق يبقى يجي ورت غير لي الحق اش كنا ريسكار ندي الدهن كاين فوق نفوق برا سكرنا حوايج سكرنا لي الدعيات غلبلات سكرنا كلشي كله غينا الا دعياتنا غلبلات لا تحرش غير كنيت لا وروفي غتزري وانا غيا دري كال معيار غير كرسوال في الحقوق نيلي. هاد البنيه اليوم راه كتعرض لواحد المحاكمه اخرى ربما ما كايناش المحاكمه ديالها في المحكمه ولكن راه كاينه المحاكمه ديالها على مستوى البلد ديالها لان كلشي كيتهكم عليها كلشي كيطلع لان تم الاستقبال الفاعلين باحواش وهذا كل واحد فينا يحط مكان راسه قدام بلاصه هاد الطفله هادي ويشوف واش ممكن يعيش ممكن هادشي يدي الاشياء اخرى ممكن يدي الانتحار ممكن يدي ان تخرج من دارهم ما ترجعش ممكن يدي الكوارث اخرى اذا شنو درنا حنا بهذا الحكم وصلحنا شي حاجه ولا زدنا الطيله بله اذا حنا اللي كنطلبوا اليوم هو ان العداله نتمنى ويكون انه ما كانش معطيات كافيه لدى القاضي باش يكون ياخذ واحد الحكم من منظور اخر حنا اليوم كان غادي نشتغلوا على اننا نبينوا الحقيقه كما هي باش تاخذ هذه الطفله هذه الحق ديالها في الانصاف طبقا اللي ما في القانون بطبيعه الحال